برافو عليك. كلمتك أنا أولا بشكر النهارده رغم مرور 54 سنة على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، والنهارده طبعا بشوف الحضور الشعبي وحضور الجماهير اللي عاشوا وقت من أجلها. طبعا بشكر شعب مصر والشعوب العربية كلها، لأن في ناس كتير موجودة من الدول العربية. و النهارده رغم مرور 54 سنه فجمال عبد الناصر دايما بيثبت انه الغائب الحاضر. النهارده القضايا اللي بتمر بيها امتنا العربيه والمأساة اللي بنراها في فلسطين وفي لبنان على يد هذا العدو الغاشم اللي هو العدو الابدي الذي سيظل حتى تتحرر فلسطين من النهر الى البحر. ما يحدث النهاردة من استباحة للدماء العربية والعواصم العربية بيفرض وجود جمال عبد الناصر وأفكاره واللي نادى به في التعامل مع هذا العدو. وإن شاء الله تطلع أجيال جديدة تتبنى فكر هذا الزعيم و تنتصر لأمتها في مصر والأمتها العربية. وجود عدد كبير من الشباب اليوم فاكر في هذه الناس العربية لم يروا الزعيم تفسير هم أبناء الأجيال اللي ما اتعلمت مع جمال عبد الناصر، دخلت الجامعات عبد الناصر، تعالجت في عبد الناصر، اشتغلت في المصانع العمالة عبد الناصر. فالاتصال موجود يعني مهما تواصل الأجيال وفرق سيرتك، وده بيثبته ان ثورة 25 يناير 2011 رغم مرور 40 سنة من رحيل الزعيم عبد الناصر و40 سنة بما فيهم من تعتيم على جمال عبد الناصر ونهج مضاد لجمال عبد الناصر، فرق شباب اتولدوا بعد جمال عبد الناصر عاملين صورتهم، كانت صورة جمال عبد الناصر هي الصورة الوحيدة في كل الميادين مصر في هذه السنة. لماذا عندما تأتي أزمة إلى هذه الدولة العزيزة ترفع صورة الزعيم؟ لأنه الناس دايما شافت ان هو كان متفاعل وكان بيحس بأزمة المواطن وبأزمة الناس قبل ما هم يحسوا بيها. فكان في يعني ما فيش حسوا اكتر واحد من الاف السنين حس بالشعب البسيط والشعب الغلبان اللي بيمثل الغلبان. الزعيم الخالد رفع شعار مؤخرا القوة لا يستطيع، كيف ترى الأمة العربية في وضعنا الراهن بعد غزة وجنوب لبنان الأهلي؟ أو ما يحدث النهاردة بيؤكد هذا الشعار والاستباحة للدماء العربية وللمدن العربية والعاصمة العربية، بيثبت ان هذا عدو غاشم لا يعلم الا لغه القوه، والحاجه الوحيده اللي هتردعه هي القوه. غير هذا هو سبيحته وشركه العرب.